بسم الله الرحمن الرحيم. في ذكرى الاحتلال السعودي للبحرين، هذا الاحتلال الذي يؤكد ولاء العائلة الحاكمة في البحرين إلى الخارج، ويؤكد ضعف العائلة الحاكمة والسلطة الحاكمة في البحرين في مواجهتها إلى الحراك في البحرين، بحيث استعانت بقوات غازية من الخارج لقمع الثورة في البحرين. هذا اليوم، اليوم الأسود لذكرى الاحتلال، يجب أن يبقى حاضرا في عقول وروح الثوار والشعب البحريني، وليؤكد بشكل ثابت ودائم بأن القوات المتواجدة في البحرين وقوات السعودية والإماراتية هي قوات غازية ومحتلة وغير شرعية، ويجب عليها أن تغادر تراب البحرين، ويجب أن تواجه بكافة الوسائل المشروعة كونها قوات غازية ومحتلة. وعليه ندعو الجميع، جميع الثوار، للتفاعل مع جميع الفعاليات التي تحيي هذه الذكرى في البحرين بكل الطرق وبكل الوسائل. وأعتقد بأن على الجميع، الجهات السياسية والجهات الثورية والجهات الحقوقية والإعلامية، على الجميع أن يتفاعل مع هذا اليوم الأسود، يوم الاحتلال السعودي، لكي نوصل صوتنا بشكل عال إلى الجميع بأن هذه القوات هي قوات غازية ومحتلة، وأن هذا النظام الذي يستعين بالقوات الخارجية والقوات الغازية لقمع الشعب هو نظام يرتكب الخيانة العظمى، وهو نظام لا يستحق أن يكون باق، وأن يحكم هكذا شعب يريد الحرية والديمقراطية والكرامة.